السلام عليكم ومرحبا بكم، ازيكم عاملين ايه؟ كنتمنى يا رب هاد لا فيديو تلقى الجميع في احسن حال يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الكيكه ديال جوز الهند، صراحه كتجي بنينه وكتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتقول لي رايكم فيها. يلا نشوفوا مكونات هاد الكيك. يلا بسم الله على بركه الله. اول خطوه غادي نضربوا البيض مع السكر. عندي هنا ثلاثه البيضات، عندي واحد نصف كوب ديال السكر. طبعا غادي ندير معلقه صغيره ديال الفانيليا. غادي نضرب هاد المكونات مزيان، بعد غادي نضيف الباقي. من بعد ما ضربت البيض مع السكر مع الفانيليا، ثلاث البيضات، نصف كاس ديال السكر، عندي واحد نصف كاس ديال الماء دافئ. نصف كاس ديال الماء يكون دافئ ماشي سخون، يعني بدرجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما يكونش بارد. من بعد غادي نضيف واحد ربع كاس ديال الزيت، وغادي نضرب ثاني هاد المكونات. من بعد ما مزجنا المكونات البيض والسكر والزيت والماء دافي، ضروري ندير واحد قبيصه ديال الملح. غادي نضيف واحد جوج معالق ديال جوز الهند اولا الكوب، غير باش يعطيني الطعم ديالو حتى في الكيك. اللي ما بغاش يضرب الكيكه في الخلاط اليدوي يمكن يديرو في الخلاط الكهربائي العادي، يمكن يدير الدراب اليدوي، يعني اللي يعجبكم. المهم انا ضفت هنا جوج معالق ديال جوز الهند اللي هو الكوك. غادي نزيد عليه الدقيق، غادي نضيف كاس بكاس، عندي جوج كيسان. وغادي نضيف طبعا بيكين باودر، عندنا جوج معالق صغار ديال البيكين باودر اللي هي خمارة ديال الحلوى. مهم هنا ضفت جوج معالق ديال الكوك اللي هي جوز الهند، وضفت كاس ديال الدقيق، وضفت قبصة ديال الملح، وجوج معالق صغار ديال خمارة الحلوى البيكين باودر. وغادي نحرك هاد المكونات. انا عندي جوج كيسان تاع الدقيق، ولكن غادي نضيف واحد بواحد ونمزج هاد المكونات. غادي نضيف كاس تاني وغادي نحرك. طبعا ما نساوش هذيك الرشه ديال الملح. المهم هذا هو القوام المطلوب كيف ما كتشوفوا، جوج كيسان ديال الدقيق اللي خدت معايا، وحطيت لها جوج معالق ديال جوز الهند. غنجيب الصينيه ديالي، طبعا تكون مدهونه، الفرن راه كيسخن، وغادي نصب الخليط في الصينيه. مهم انا جبت هنا الصينيه ودهنتها كيف ما كتشوفوا بالزبده، دهنتها مزيان. كنديروا اي موقه تفضلوه طبعا، وغادي نصب الخليط ديال الكيك. المهم هذه هي الكيكه ملي صبيتها، غادي ندخلها الفرن طبعا يكون سخون كيف ما كنسويو اي كيك. كنشعلو لتحت هو الاول حتى تبان لينا الكيكه ديالنا طلعات واش قبطات في راسها، عاد نشعلو من الفوق وما نفتحوش على الفرن طبعا الا لما تعدي على الاقل واحد ربع ساعه.
ملي حطينا الكيكة في الفرن الطيب وضعنا الكيك في الفرن يستوي، دلوقتي حنحضر ايه؟ نحضر الكريمة اللي غادي نحطوها من فوق ديال الكيكة. عندي هنايا غادي نستخدم واحد 3 الكيسان كبار ديال الحليب، سهلة، غادي نجيب واحد اخر. المهم تسالى لينا، جبنا واحد اخر، 3 الكيسان ديال الحليب. غنستخدم معاهم واحد نصف كاس ديال السكر، طبعا السكر كيبقى اختياري، اللي كيبغي المسكر اكثر او حلو اكثر طبعا راه غادي يزيد، غادي يزيد السكر. اللي كيبغي يقلل السكر طبعا راه غادي يقلل، تتبقى طبعا الكميه اختياريه. عندي هنايا الحليب، عندي السكر، غادي ندير الدقيق، الدقيق الابيض، غادي ندير واحد 2 معالق ديال الدقيق الابيض، وغادي ندير واحد 2 معالق ديال النشا، او لا ممكن تستخدموا غير الدقيق الابيض وديروا 4 المعالق يعني اللي متوفر عندكم، يعني المجموع يكون 4 معالق. غندي هاد الكريمه هذه على النار حتى تعقد، وغادي نزيد عليها الفانيليا وملعقه صغيره ديال الزبده. المهم هاي الكريمه ديالنا وجدات، ضروري نخليوها تغلي، يعني ضروري دير واحد الفقاعات عاد نطفيو عليها. كيف ما كتشوفوا هاي، يعني انا استخدمت 4 ديال المعالق، 2 دقيق ابيض و2 نشا. بغيتو تستعملوا غير الدقيق اولا النشا، زعما تيبقى لكم الاختيار. ملي غلات ليا غادي نزيد فانيليا، الفاني وطبعا غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الزبده هكا شويه، وغادي نحرك هاد محضريه باقا سخونه باش الزبده ديالي تذوب. صافي هكا هاي وجدات، غادي نجيب واحد طبق او لا سلطانيه او لا اي حاجه تحطوها فيها، غادي نصب الكريمه هنا ونغطيها بين ما الكيكه ديالي وجدات وبين ما جهزت الكريم شانتي. طبعا غادي نغطيها وندخلها الثلاجه على مين نوجد الكريم شونتي. من بعد ما دخلنا الكريمه اللي وجدناها دخلناها الثلاجه، دابا غادي نخفقوا الكريم شونتي. انا غادي نستخدم هذا دريم، كنستخدموا اي نوع. صراحة هاد الكيكة كتجي زوينة وكيجي طعمها هائل، نتمنى انكم تجربوه، كيجي طعم ديال جوز الهند. طبعا الناس المحبين ديال جوز الهند اللي هو الكوك، وغادي نضيف عليها واحد نصف كأس ديال الحليب بارد وغادي نخفقها. انا كنضيف شوية الفاني على الكريمة قبل ما نخفقها.
مهم دابا ضربنا الكريم شونتي وغادي نخليوه يبرد لاننا غادي نضيفوه على الكريمه اللي حنا جهزنا. المهم هذه هي الكيكه ملي طلعت من الفرن، غادي نحاول انني ندير لها اخرى غير باش نسقيها بالحليب وتشرب ليا الحليب. نحاول نخرمها مزيان، ومن بعد غادي نصب الحليب. نخليها حتى تشرب هذا الحليب مزيان، عاد نحط لها الكريمه. من بعد ما كيف ما كتشوفوا ها هي اخفقنا الكريمه، الكريمه اللي حطيناها تبرد، غادي نضيفها على هذا الكريم شونتي وغادي نضرب المكونات كاملين بجوج، نضربهم بالخلاط كهربائي حتى تنزامج ليا الكريمه الخفق مع الكريمه ديال الحليب اللي انا درتها. من بعد ما ضربت الكريمه كيف ما كتشوفوا حصلت على هذا الخليط، غادي نحطه فوق كيك. من بعد ما حطيت الكريمه غادي نرشها بجوز الهند او الكوك او كوكنت، غادي ندير لها واحد الطبقه يعني لا باس بها من جوز الهند، وطبعا غادي ندخلها الثلاجه ونخليها حتى تبرد عاد غادي نقدمها. مهم انا نستمر باش نحط جوز الهند ومن بعد نرش عليه. من بعد ما حطيت طبقه لا باس بها من جوز الهند غادي نحاول غير كاني كندير خطوط هكا بسيطه لاني مازال غندخلها الثلاجه تبرد. غادي نجيب توت او اي نوع كتفكه كتفضلوا، غادي نحاول نحطو بحال هكا تعالي حطي واحد. صراحه كيكه كتجي روعه، لا طعما ولا شكلا. المهم هذا هو شكلها، غندخل هاد الثلاجه تبرد عاد نقدموها وهي كتكون بارده.